السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. سلام البنات والإخوان متتبعي قناة الأم حسناء، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد او فلوغ اللي غادي نشارك معكم فيه خريجة درناها باش نكتشفوا احوال السوق. وبلا شك راكم في حالنا كتوجدوا العيد الاضحى المبارك، الله يدخلوا علينا وعليكم وعلى جميع أمة سيدنا محمد بالرزق والصحة وطول العمر. صراحة احنا ما موالفينش كنعيدو هنا في دارنا، موالفين كنمشيو للبلاد، وصراحة ما كناش كنهزو الهم الحولي ولا حتى شي حاجة، كنا كنعتمدو 100% على لوستي اللي سميتها رحمة، اللي كنوجه لها تحية من هنا وكنشكرها بزاف على أي حاجة كانت دارتها على وديتنا واللي تديرها على وديتنا. ولكن هاد العام بحكم الظروف غادي نعيدو في دارنا وخاصنا نعتمدو على نفسنا، ويلاه معانا للسوق باش تشوفوا يعني الأجواء كيفاش دايرة والأثمنة وكل شيء. مهم هذا السوق هذا راه سميتو كاين سوق في تيطم الليل نواحي الدار البيضاء، وكاين حداه واحد السوق اللي سميتو السبيت. مهم الناس اللي ديال كازا يكونوا عارفين هذه الأسواق، أنا أول مرة غادي نمشي لي صراحة، إذا بقاو معايا كنتمنى لكم فرجة ممتعة. مهم البنات هنا غادي تشوفوا الجزارة، هادو هما الجزارة اللي كاين في السبيت معروفين، اللحم عندهم 50 درهم. هنا كيجيو يتقطاو أغلبية الناس اللي مول هما هادو. المهم هادي الطريق، حنا راه غاديين دابا كما الصف هذا كله تقريبا فيه الجزارة. سميت هاد البلاصة تيطم الليل السبيت، السبيت. المهم أنا براسي راه أول مرة غادي نجي هنايا. المهم هادو هما الجزارة، حنا غنمشيو ديك الطوالة عاد غنوصلو للسوق ديال الحوالة. وهنا البنات ملي وصلت لهاد البلاصه هادي قريبه للسوق صراحه ما بعيداش شي 5 دقائق لداك السوق، لقيت هاد الديور هادو عجبوني، بقيت كنصور دار بدار، الديزاين ديالهم رائع. وتعصب راجلي ما نعاودش لكم، هو باغي غير وقتاش يوصل للسوق باش يشوف الحواله. انا ملي شفت هاد الديور ما بقاوش الحواله معمرين ليا الراس، وليت باغا غير نصور الديزاين ديال هاد الديور، عجبني بزاف ديك تحجرت غزاله صراحه. الناس اللي هكا تاخذ فكره شنو دير على برا دير تحجرت، جا شكلها رائع صراحه، كتولي باغا غير قليله وتحجرت اللي كتكون غالبه جات زوينه. هاد السريجمات ديال اللي عندهم الكرياجات ديال الاونوكس، كانت اختي وصاتني انني لقيت شي موديل نصورو ليها، ها انا صورتهم ليها دابا هنا. المهم كتعرفوا عنها علينا العيالات كيعجبنا هادشي ديال الديور والمواعين صراحه، اش نقول لكم الله يعفو علينا وصافي. المهم بقاو معنا حتى ندخلوا للسوق ان شاء الله، ونشوف نحاول نصور لكم الا لقيت كيفاش. دابا حنا راه في السوق صراحه ما لقش لي نصور. حسن زوينين هادو ياك؟ 50 كريمة والله ما قصحت، والله العظيم ما قصحت، والله العظيم ما قصحت، بغيتك تزعم وغندير لك الله يرضى. هذا هذا اللي كيقول عليه 45 هذا ها؟ هذا واحد اللي يقدمها من عندنا كاع. إذا درتيه ما قلتليش أنا غنبيعه، إذا غنبيعه بخير الله، ما غاتفات لك اللي يشتي بفول. زوين هذاك. اشنو 45 صافي معاك، انا ندير رجال احنا ما بغيناش دابا تمرمد، خلي حولك انا راكم وخلي. فين هو اللي بغيتي دابا؟ فين هو اللي بغيتي؟ حتى هذا زوين، حتى هذا هذا حتى ما ندير هذا خويا. زوين تبيع شحال؟ 35 بالبيع؟ من عندك تبيع شي حاجه. ها هذا هذا ما نديروش ابيل للحمار قد معنا. شنو قال هذا
كيكونوا واكلين بدل مصبوب عليه مزيان مع الكفران وجد شيء ناكل ما كتغرونا ولا بزاف ها؟ ها؟ تقلبت بديك المزايا كلهم مصطفى شوف هذا القرون عام فاف عامين ياك واحد مكره لما كرهتوش واحد مكره وما العادي اللي بغيت يسلم الله يسلم هذا مرسي خطنا تصور زعما راح ماشي واحد شوف هذا شوف هذا هاد شوف هنا شوف هنا شوف هنا شوف هنا زوين هذا هو كيف يمكن ان نرقص في المنطقه المستقبليه هذيك اللي تحينا غير ذاك شفنا غير ذاك زين ان شاء الله مشروع
المهم البنات والاخوان، ها حنا راجعين بحالنا في الطاكسي لدارنا، ما شرينا والو. كيف ما كتشوفوا درنا دويره، شفتوا معنا حتى نتوما الاجواء والاثمنه. ان شاء الله باذن الله حتى يقرب العيد، لان باقي الحال ما عندناش فين غادي نحطوه، وحتى داك فندق الخروف باقي ما شفنا حتى شي واحد حدانا. المهم غادي نمشيو دابا الحومه ديالنا، كيف ما كتشوفوا وصلنا الحومه ديالنا، غناخذوا داكشي اللي غيخصنا للعيد. كيف ما كتشوفوا دول اللي كيحطوا هكا على برا تيصاوبوا في الاثمنه، وهذا السيد هذا كنتقدم عنده دائما، عنده حويجات زوينه ورخيصه في الثمن. ولا ما بغيت شي حاجه من هنا كيجيب لي داكشي اللي باغا انا، كيكون عندهم في الديبو، راه كاين غير تما نيت في الحومه، عندهم ديبو كبير كيمشي يجيب لي داكشي اللي بغيت من تما. المهم درنا تقضينا وبغينا المقده، راجلي بغى المقده اللي بحال اللي خدات لوستينيت لاماكوم، عجباتو لان فاتق قطع بها اللحم، وما لقيناش عند هذا السيد، لقينا غير ماركه بروميي ما عجباتوش، قالك ما ثقيلاش وما مي ما عجباتوش. مشينا خدينا من واحد السيد اخر، انت ما كثرتش ما كثرتش صراحه تقضي داكشي اللي ضروري وصافي. دونك كيف ما كتشوفوا معايا احمد، هاد الماس هادو كيتباعو عندك؟ السلام عليكم. لا ماكم لا ماكم لا ماكم هادي لا ماكم زيدة في الثمن، وكاليتي نفس الكاليتي ديال لا ماكم، وهادي كاع صح من لا ماكم في الغرب. حلا حلا نشوف هذيك جيجه نعم مزيان هذيك الشكلطه اجي عطيها لينا اجي عطيها لينا عطيها لينا هو انا حنان كلهم فيهم الخضر، هذوك سميتو كلهم فيهم كلهم الخضر، ما كاينش لون اخر من غير الخضر. والله جبالية ما كاينش الاحمر الاحمر ولا الكري. شحال هذا المخرج هذا؟ جوج ونص ثلاثة. شحال هذا؟ انا خاصني شي واحد حسن هذيك اللي عندي بعدا كامل ياك غادي نفس هانيت هذيك لاماكم نيت هذيك مزيانه مفينيه هذيك ولكن بحال هذه اللي خدات رحمه ياك لا هذه اينو كاين عندها فورا ما عندهمش طاينه في اخر ثمن ثمن خلاص 19 قد مليحه خويا هذيك 2040 مش كيف عندهم عندهم بركه مقدا شوف
المهم البنات، من بعد ما كملت التقضيه ديالي جينا من السوق وحنا راجعين للدار كنلقاو واحد الماكازون فيها الحواله. ندخل الراجل بطبيعه الحال قلبهم، سول على الاثمنه، عجبو واحد قال له 37000 ريال، ولكن ملي قلبو في عنقه لقى عنده الولسيس، صافي ما بقاش بغا، صافي خرج فحالو. هذا الشيء اللي كاين. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم ونكونوا خفاف ظرف على قلوبكم وتكونوا فوجتوا معنا واكتشفتوا معنا حتى نتوما. اذا وصلنا لنهايه لا فيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.